شج رأسه احتلم فأفداه بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدين الكرام في عدد جديد ومتجدد من هلا سألوا عبر خامسة تلفزيون الجزائري قناة القرآن الكريم. نرحب في بداية برنامجنا بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد الشيخ. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. مرحبا أستاذ، إن شاء الله تكونوا بخير. فيك الله يحفظك ويبارك فيك. الحمد لله. كما نرحب أيضا مشاهدينا الكرام بعد فترة علاجية قصيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمده بالصحة والعافية مخرج حصتنا سيد أحمد بن عمر. شيخنا كلمة نقولها للسيد أحمد. طهور إن شاء الله تعالى، صح افتقدناه في الحصة السابقة وإن كان ميبانش هو على الشاشة ولكن في الخلف هو. نعم هو عمل كبير جدا. نعم مهندس الصورة جداً. فطهور إن شاء الله. إن شاء الله يا رب دوام الصحة والعافية سيد إن شاء الله ولجميع مرضى المسلمين. كما نسعد أيضا مشاهدينا الكرام باستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم وانشغالاتكم الدينية والفقهية عبر الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة من حين إلى آخر بعد موضوع هذا اليوم إن شاء الله. قال الله تعالى عن شعيب عليه السلام في سورة هود في الآية 88: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فالنجاح والتوفيق منزلة عظيمة يهبها الله لمن يشاء من عباده. فعلامات التوفيق وأسبابه وأنواعه ونعمته وكيف يكون، كل هذا مع فضيلة الشيخ محمد الشيخ، فليتفضل مشكورا مأجورا. لك فضل أستاذ عبد المنعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أيها الأعزاء الأكارم حيثما كنتم تتابعوننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعداء نلقاكم مجددا في هذه الحصة. يقول الله تعالى على لسان شعيب عليه السلام: قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. وما توفيقي إلا بالله. توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد مسألة في غاية الأهمية ومسألة في غاية الخطورة بالنسبة للعبد. لماذا؟ لأن الإنسان في هذه الدنيا أولا ضعيف، ليس له القدرة الكافية، ليس له القدرة الكافية لكي يصنع لنفسه ما يحبه وما يريده من الخير والصلاح، ليس له القدرة أولا. ثانيا ليس له العلم الكافي، فهو لا يعرف ما يخبئه الغيب، ولا يعرف هذا الأمر الذي يريد أن يفعله هل يصلح له أو لا يصلح، وأن هذا الأمر الذي يريد أن يتركه هل يصلح له أو لا يصلح له، وأن هذين الأمرين اللذين يتردد بينهما أيهما أفضل، وأن هذين المنكرين أو هذين الخطرين أيهما أشد خطرا، لا يعرف الإنسان. ولذلك علمنا الإسلام أن نكل أمورنا إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك شعيب قال: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. عليه توكلت. نعم. هذا مربط الفرس كما يقولون. عليه توكلت عندما أتوكل على الله. من هنا مثلا شرعت الاستخارة. الاستخارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها حتى الأمور الصغيرة. في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستقدرك بقدرتك وأسألك بعلمك. قلتك فإنك تقدر ولا أقدر عليه. وإنك تعلم ولا أعلم.
انت عندك قدره اللي ما عند، طبعا لا مجال مقارنه لك، القدره المطلقه وليس لهذه ولو القدره الجزئيه. وانت تعلم ولا اعلم، ولذلك الاستخاره جزء من التفويض لله سبحانه وتعالى في الاختيار، كما قال الامام ابن القيم الجزيه رحمه الله عليه: اجمعوا على ان التوفيق توفيق الله تعالى لك ان لا يدعك لنفسك، ما يخليكش لنفسك، وان الخذلان كل الخذلان ان يكيلك الى نفسك. انت تروح تدير سبب عمل من الاعمال، وفلان يدير عمل من الاعمال، يقدمان على نفس العمل، قد ينجح هذا وقد لا ينجح الاخر. ومن بين الاسباب الخفيه التي لا نعلمها ما يستكن في قلب الانسان. واحد يقول كما قال شعيب عليه السلام: وما توفيقي الا بالله. صحيح انا اعمل ولكنني اعلم بان التوفيق من الله، يا رب اعني ووفقني. والاخر يقول كما قال قارون، خرج على قومه في زينته، بدأ يفتخر، الصورة اللي نعرفها تاع الافتخار، قال: إنما أوتيته على علم عندي. هذه كاع بشطرتي، هذه كامل بحيلتي، قفاستي، هذه كامل بقفاستي، هذه كامل. وينسى الله سبحانه وتعالى الذي هيأ الأسباب، ولذلك كانت نتيجته النتيجة التي نعلمها، فخسفنا به وبداره الأرض وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. الله تعالى قال لنبيه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. حفنة تراب شاهت الوجوه تعمات، ما هي التي تصنع هذا؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما توفيقي إلا بالله. ولذلك الإنسان مليح يستحضر هذه المعاني. فالطالب على سبيل المثال، ونحن مقبلون على الامتحانات، فصل الامتحانات، الطالب يجتهد ويجد ويكد ويشقى ويسعى، ولازم هذا الشيء، هذا مطلوب. نعم. يتخذ الأسباب. نعم، هذا من اتخاذ الأسباب، وفي الأخير يسأل الله تعالى التوفيق. فإن الإنسان لا يعرف، أثناء الامتحان يصاب بدوخة مثلا، أثناء الامتحان تذهب له، يتقلق تذهب له، تذهب له ما يتثبتش، فالإنسان ما يعرفش وش يوقع له، ولذلك يبقى مرتبطا بالله سبحانه وتعالى سائلا إياه. ولذلك من الدعاء الذي علمناه النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو به في صباحنا: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ما تكلنيش، لا تسلمني إلى نفسي، حتى لا يسلم الله العبد لنفسه لا بد من توفر جملة من الأمور. الأمر الأول صلاح النية، يصحح النية وتصحيح النية على هذا الأساس، يصحح نيته باللي هو يقدم الأسباب، ولكنني أعلم بأن النتيجة والتوفيق إنما هو من الله وحده. وإذا مكتبش ربي ما راحش تكون النتيجة. واحد دار واحد الشعر على موسى عليه السلام، وعلى موسى وعلى السامري، على أساس الرواية اللي تقول بأن رباه جبريل وأعطاه أطعامه، وموسى رباه فرعون. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. نعم، رسول. إيه، أصبح رسول. فما هيش هذا، مش هذا اللي الذي يصنع، مش هذا الذي يصنع، إنما توفيق الله. ثلاثة سمعوا بأنه سيبعث نبي في آخر الزمان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم،
وكان كل واحد منهم كان له امرأة حامل، وكل واحد وكل امرأة ولدت ذكر، وسماه محمدا رجاء أن يكون هو النبي المبعوث. الله أعلم حيث يجعل رسالاته، هذا توفيق الله سبحانه وتعالى وليس هو اختيار. ولذلك بعض المستشرقين النبي صلى الله عليه وسلم يحب ينحول الرسالة، يقول أنه لما راح يتعبد إلى في غار حراء صنع نفسه هذا، لا، هذا توفيق من الله تعالى، سيق إلى غار حراء، إنما سيق إليه فقط، وإلا هو مهيئ منذ البداية. قلت أولا إصلاح النية في قلوبنا بأن الله تعالى إذا وفق حجمت روح، وإذا ما وفقش حجمت جي، هذه واحدة. الأمر الثاني التوجه إلى الله تعالى بكثرة الدعاء، والدعاء ليس لطلب الحاجة، قبل طلب الحاجة من الله، الدعاء هو عبادة، هو عبادة، تذلل إلى الله سبحانه وتعالى. ما يهمنيش النتيجة، يهمني أنني عبدت الله كما عبدته بالركوع، كما عبدته بالسجود، كما عبدته بالقيام، كما عبدته بقراءة القرآن، كما عبدته بالصيام، كذلك أعبده بالدعاء. هذا هو الأصل، هذا الأمر الذي يقودنا إلى هذا التوفيق، توفيق الله سبحانه وتعالى. أستاذ مدمعنا، الله يجزيك خير، بارك الله فيك، الله يوفقنا ويوفقكم إن شاء الله، ويوفق جميع مشاهدينا الكرام. نشرع مشاهدينا الكرام بحول الله تعالى في استقبال اتصالاتكم واستفساراتكم. المستفتح إن شاء الله من ولاية برج بوعريريج السيدة فاطمة الزهراء. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي سيدة فاطمة الزهراء. من برج؟ عندي سؤال تحب أقوله. تفضلي رفعي صوتك ربي يحفظك. عندي جدي ما قبل 30 سنة كان يخدم في واحد الفلاحة. شكون هذا؟ خو رجل جدي كتاب تذهب. ايه كان يخدم في الفلاحة. ايه ولقى كتاب تاع ذهب، لقى سنسلة. نعم. ومن بعد لا هم قال مول الفلاحة كان عايش ما تدهولوش، تدهو تدي ما تسولوش، يعني مول الأرض اللي لقاو فيها الذهب ما قالولوش، ما قالولوش ديريكت داوها، ومن بعد كي داوها ما عند مول ذهب لقاوها باللي ذهب. نعم. ومن بعد دوك هذا السيد مات، الله يرحمه، مات هذا السيد وعنده ولاده في فرنسا وعنده لهنا ولاده. وهل هذه يعني السنسلة تاع مول الشي ولا لا؟ ها؟ السنسلة هذه اللي لقاوها في ترابه تاعو ولا تاع ناس واحد اخرين؟ ما عم بلناش إذا تعرم ما قالوش، يعني ما قالوش، ما داروش إعلان إنه لقينا حاجة في القطعة الأرضية هذه ولا لا؟ لا. أها. ما قالوش. إيه ما قالوش. إيه وش داروا بيها؟ باعوها؟ إيه باعوها. هذه شحال عندها الحكاية هذه؟ 30 سنة. صح ذاك الكتاب باعوه بركة. وشنو لدوكا؟ باعوه بركة الكتاب. ها غير كيما باعوا هذه السنسلة. كيف دوكا تحبسوه؟ كيف وعنده بصح أحفاده وولاده في فرنسا وعنده لهنا. ممكن تكون هذه السنسلة ماشي نتاعه، ممكن طاحت لكش شخص واحد آخر. ما عندناش. معليش يجاوبك الشيخ ويوضح لك ان شاء الله. صح. شكرا، مع السلامه. سيده مليكه من تيفاز، السلام عليكم. السلام عليكم، مشاكم؟ لا باس الحمد لله، ربي يحفظك. الحمد لله. شوف شيخ، عندي واحد السؤال الاول. نعم. انا حجيت، عندي 10 سنوات ملي حجيت على الله يبارك، ربي يتقبل. واكرمني الله هذا العام راح نحج على الاب تاعي، الاب تاعي للعلم انا ما شفتوش وما شافنيش. كان 7 أيام بيناتنا بعد الموت تاعو اللي نزلت. الله يرحمه، الله يرحمه. ايه انا ما شفتوش وهو ما شافنيش، ربي يرحمه. راح نحج على الاب ديالي، ما حبيت، راني مرتكبه، راني ما عرفتش، صدق حبيت الشيخ يوري لي كيفاش هكذا باختصار، يعني على بالي بلي فيها بزاف صوالح، بصح حبيت باختصار هكذا
وري لي ملي نبداو كيفاش ندير كيفاش. رحت انا اصلا كي رحت راني نسيت شويه. نعم. ايه. والسؤال الثاني هو ما حدش في الصلاه. هو ما حدش الوالد الله يرحمه. نعم. الوالد ما حدش. كان في عمره 33 سنة كي مات الله يرحمه وما حدش الله يرحمه عنده 60 سنة ملي توفى. إن شاء الله ربي يوفق سيدة مليكة وتحجي عليه إن شاء الله. إن شاء الله ويجاوبك إن شاء الله الشيخ. ثاني البسمة في الصلاة قبل الفاتحة قبل الفاتحة اسكو هكذا هذا ماشي سؤال تاعي طهوري على كل حال. نعم. ايه البسملة قبل الفاتحة. نعم قراءة البسملة قبل الفاتحة. قبل الفاتحة. ان شاء الله سيدي صحه ومثبيا يوضح لي خاصه انها موضوع حج راني شويه مرتكبه راني منشرحه. لا لا ان شاء الله مرتفكه. لا لا ان شاء الله حج مبرور وسعي مشكور ان شاء الله والعقبه الحجات واحد اخرين ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انت والمشاهدين الكرام وكاع المسلمين يا رب. صحيت شكرا سيده مليكه. شكرا مع السلامه. امات الله من عند فلان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي سيدة أمة الله. السؤال الأول هل زوج بنت الطليق من محارم؟ الزوج بنت الطليق. مالاش نسمعوا فيك سيدة مليكة. سيدة أمة الله. أمة الله تواصلوا معها زملائي خذوا من عندها السؤال. قناة القرآن الكريم دائما في خدمتكم عبر برنامج هلا سألوا بإمكانكم الاتصال والزملاء إن شاء الله حاضرون في استقبال مكالماتكم والشيخ محمد الشيخ في الإجابة عنها وتوضيح كل ما يشكل إن شاء الله. شكون فاطمة مصطفى. تفضل سيد مصطفى. مصطفى من باتنا. نعم وعلى بالك انا عندي مرمز من عندي راسي وقت السكر وصرت تما صرفت على وقت الصيام وما شرب. وما سلكت في تما حتى روحت لهنا شرب ما حدش قصيت في جوا الاحكام. شحال من نهار فطرت؟ نهار واحد؟ هو واحد الايام الاخرين على بالك عندي السكر والغوط السكر ست ايام. ست ايام؟ يعني ست ايام فطرتهم في رمضان؟ معليش ربي يشافيك ان شاء الله. انت راك مريض وشربت الماء باش مريض عندي السكر ولا طرسي ومضغوط مضغوط اللي جا من الاخرين تاع رمضان مضغوط سخون في اوت. نعم نعم دوكا تراك تحوس كيفاش تخرج تقاسي هكا روحت لهنا وسلكت. انت واش راك تحوس الان كيفاش تخرج الفديه؟ يعني واش هو الحكام برك كيما كيما ديروا كيما كيف يكون؟ كيما سلكت لي قلت لك لازم نسلك لي. يقدر يصوم؟ تقدر تصوم؟ سيد مصطفى تقدر تصوم ولا ما تقدرش؟ لا 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 صمت. يعني هادو اليامات الستة اللي فطرتهم تقدر ترجعهم ولا لا؟ لا لا يا بطل السكر. ما تقدرش ترجعهم؟ ممكن ما قدرت على السكر تاع يابط. الله يشافيك ويعافيك ان شاء الله. انت الان راك تحوس الفديه وين تخرجها؟ اسكو تخرجها في مكه ولا تخرجها هنا؟ هذا هو السؤال تاعك. انا خرجتها هنا في الجزائر. خرجتها في الجزائر؟ خرجتها هنا في الجزائر. واضح. لا مش مشاكلك. واضح. ربي يحفظك ربي يشفيك. امين ادعي لنا معاك وربي يشافيك ويعافيك ان شاء الله. ربي يحفظك ان شاء الله وربي يتقبل العمره نتاعك. الله يجزيك خير ربي يحفظك. ربي يحفظكم ربي يحفظكم. مع السلامة في حفظ الله. شكون؟ حنان انت بس. السلام عليكم. وعليكم السلام مساء الخير. مساء النور تفضلي سيدتي الكريمة. يعيش فضلك. أخي الكريم بركة حبيت نصغطي شيخ. أنا الوالد تاعي متوفي عنده سنتين. الله يرحمه. حتى يعيش الترحم. صافي أخي قال لنا نحن نروحوا نزوروا في كما نقولوا نزوروا المقبرة. الأخ تاعكم منعكم زيارته في المقبرة؟ قال لنا لا صافي شغل حرام هذه الزيارة. اسكو صحيح يعني النساء ما تروحش المقبرة ونحن على خمس دقائق برك. واضح. وشكرا جزيلا. شكرا ربي يطول في عمرك ان شاء الله ويرحم الوالد ان شاء الله ويألف بين قلوبكم ان شاء الله. هل هناك اتصال زملائي الكرام؟ ايمن
فاطمة الزهراء من تلمسان، السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي سيدة فاطمة. تفضلي. مثل الاخر انا زوج تاعي متى في 3 سنين. الزوج نتاعك وش به؟ معليش نسمعوا. وش به الزوج نتاعك سيدة فاطمة؟ مات لي في 3 سنين هي دام اللي مات. معليش نسمعوا زملائي الكرام، تواصلوا مع سيدة فاطمة الزهراء، شوفوا سؤالها واعطيهولنا ونجاوبوه ان شاء الله. هل هناك اتصال؟ ونجيب ان شاء الله. سيد عبد الرحمن من رجلة، السلام عليكم. سيد عبد الرحمن هك معنا على المباشر. السلام عليكم. السلام ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة الله. تفضل سيدي. انا حبيت نسأل الشيخ او يسمع فيك الحج بالطرق الغير نظامية. الحج بطرق غير نظامية. حابين يوضح لي الشيخ. وش تقصد بغير نظامية؟ يعني الإنسان يدير فيزا على أساس أنه رايح للسعودية ومن بعد يروح يحج. واضح. واضح. بارك الله فيك. شكرا سيد عبد الرحمن، ربي يكتب لك إن شاء الله حجة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، نشرح إن شاء الله في الإجابة عن أسئلة المتصلين لهذا اليوم المبارك، ونبدأ إن شاء الله من سيدة فاطمة الزهراء من برج بعريريج. تقول لك زوج أخي لقى سنسلة كان يخدم في قطعة أرضية فلاحة منذ 30 سنة، وهذه السنسلة يعني حتى الأيام هذه بشرحوا عند الصياغ وقال لهم هذه ذهب وباعوها وما خبروش يعني مول الأرض، ولما يعرفوش أصلا شكون صاحبها. تقول لك في هذه الحالة هذه السنسلة كيفاش يديروه بها، ولا المال وش يديروا بها؟ هل يعطى للأحفاد يعني أحفاد مول الأرض ولا يتصرفوا فيها؟ هذه من اللقطة وتدخل نعم. في أحكام اللقطة، وأحكام اللقطة ينبغي أن يعرف بها نعم. سنة كاملة عام كامل ويعرف بها نعم. وما دام لقاها في أرض، الأرض مش تاعو نعم. لو كان الأرض تاعو وهو متأكد باللي حتى واحد ما ضاعت له، إذن هذا مجهول وبالتالي تصبح ليه. لكن في أرض تاع فلان بعينه يمكن أن يكون أن تكون قد ضاعت منه، أو يمكن أن تكون واحدة من عائلة صاحبته إلى الأرض وطيعتها. الأصل كان يفترض أن يعرف بها. وش معنى يعرف بها؟ يروح، ما يقدرش يروح للناس كل، يروح لصاحب القطعة الأرض. ضاعت لك حاجة ولا لحاجة تعذهب في الأرض نتاعك ولا لا في يوم من الأيام؟ إذا قال لك نعم وشن هي، قال كذا، تفضل. إذا قال لا ما ضاعت ليش، راهي نتاعك، راهي نتاعك. حتى إذا ظهر صاحبها وجب إما أنه يعطيها له ولا يغرمها له إذا كان تصرف فيها. وعلى هذا الأساس مليح يعرف صاحب الأرض هل ضيع ولا ما ضيعش. إذا ما ضيعش ما فعله من بيع، من بيع فهو صحيح يعني، معليش، لأنه مجهولة وخاصة مر عليها 30 سنة. أمل الحصول على صاحبها أو أن يظهر صاحبها غير وارد، فتبقى الحالة الوحيدة هي صاحب الأرض يقول ضيعت ولا ما ضيعتش. مليح يسأل هذا السؤال باش ينحي الإنسان يصفي ضميره. ضمير يعني يروح يتوجه. يتوجه ولا العائلة نتاعو نسا هما اللي يعرفوا يعني. نعم. المرأة قال ضيعتوا حاجة في الأرض نتاعكم ولا لا؟ نعم. هذا هو. الله يجزيك خير ويبارك فيك. سيدة مليكة من تيبازا تقول لك قبل 10 سنوات حجيت على نفسي، والآن هذا العام الحمد لله أكرمني الله بحجة، ونويت الحج على والدي اللي ما شفتوش يعني زدت يعني بعد وفاته ب7 أيام. أقول لك متمنية نحج عليه، لكن هناك بعض الارتباك وبعض الخوف وبعض يعني قالت لك أعطيني خطوة بخطوة لكي يكون ناجح إن شاء الله هذا الحج ومقبول يا رب. لا إن شاء الله اطمئني سيدة مليكة، ومدام نيتك عن الوالد إن شاء الله ربي يتقبل، وهذا شيء عظيم من بر الولد بوالده، بر بأبيك، فربي يتقبل إن شاء الله. ندعو لك تكملي الحج نتاعك بالصحة والسلامة والعافية،
ورب يتقبل إن شاء الله تعالى. بالنسبة للحج بسيط بسيط، هو لا يفترق الحج عن النفس عن الغير، عن الحج عن النفس لا يفترق إلا في النية فقط، في النية عند في التلبية قبل التلبية عندما ينوي حجه نسكه، هل ينوي لما يروح يحج مثلا راح ينوي الحجة بدل ما يقول لبيك اللهم حجا وعمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، يقول لبيك اللهم، تقول لبيك اللهم حجا عن والدي، لبيك اللهم عمرة عن والدي، لبيك اللهم حجة وعمرة عن والدي، هذا هو اللي يفترق. الباقي الأعمال كأن الإنسان يقوم بالحج لنفسه، طبعا مع الاكثار من طبعا مع الاكثار من الدعاء للوالد رحمه الله اثناء النسك. فالانسان اما عاده الجزائريين لما يمشوا الى المدينه يتوجهوا الى بيار علي، يعني في بيار علي لبيك اللهم، تقولي لبيك اللهم على حسب انت ما تدخلي بالحجه ثم تديري العمره، او تدخلي بالحجه والعمره مع بعض، أو تدخلي بالحج يعني بالإفراد مباشرة. إذا دخلتي بالإفراد تقولي لبيك اللهم حجا عن أبي، إذا دخلتي بالعمرة لبيك اللهم عمرة عن أبي، إذا دخلتي بالحج والعمرة لبيك اللهم حجا وعمرة عن أبي مباشرة، تلبي كما يلبي سائر الحجاج، والتلبية ما فيهاش شيء خاص، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كسائر التلبية للنفس. بعد الإنسان يوصل إلى مكة بعد ما يروح الفندق يعود ينزل يروح يدير النسك تاعه اللي هو الطواف بالبيت، صلاة سبعة أشواط، صلاة ركعتين، ثم ماء زمزم، ثم السعي بين الصفا سبعة أشواط. الآن إذا كان دخل بالعمرة هاو الإنسان يتحلل، المرأة تقص من شعرها شوي وتتدوش وتغسل وكل شيء وتسنى حتى للحج، والا اذا كانت حجه عمره معناها ما تقصش تقعد على بالاحرام نتاعها، نفس الشيء اذا كانت دخلت بالحجه تقعد على الاحرام نتاعها، ومن بعد سائر الايام راهي في البيت تصلي صلواتها الخمس كهي اللي تصلي، وتدعو للوالد نتاعها، ما تنسيش الوالد تاعك في دعائك. وواحد من السلف قال الله تعالى قال أن أشكر لي ولوالديك، قال وشكر الله تعالى لا يتحقق إلا بخمس صلوات في اليوم والليلة على الأقل، فكذلك شكر الوالدين لا يتحقق إلا بهذه الخمس، وما كان يدعو لوالديه في كل صلاة في كل صلاة. فبعدها لما يوصل يوم الثامن التروية إذا كانت معتمرة دخلت بالعمرة هاي لبيك اللهم حجا عن والدي مرة أخرى، أما إذا كانت دخلة بالحجة والعمرة أو بالإفراد ما كانش نية مباشرة تمشي إلى عرفة وتدير النسك عادي، النية ما كانش في عرفة على الوالد، ولا الطواف بالكعبة ما كانش النية على الوالد، السعي بين السعي والمصطفى ما كانش السعي النية عن الوالد، الرجم ما كانش فيه نية على الوالد، هي تدير ولكن النية أصلا منصرفة من أولها إلى الوالد في العملية. فهذه تقريبا يعني باختصار، وإلا الأمر فيها أكثر من هذا، ولكن هذه أهم النقاط اللي الإنسان يحرص عليها، وسيما الدعاء في عرفة. ولا تنسينا من صالح دعائك وأنت في عرفة بين العصر والمغرب إن شاء الله تعالى. إن شاء الله يتقبل منها إن شاء الله حجها، إن شاء الله توصل هذه الحجة للوالد. يا رب الله يا رب 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 يتقبل إن شاء الله. آمين. تسأل في سؤالها الثاني سيدة مليكة من تيبازا، تقول لك قبل يعني الفاتحة عند قراءتها هل نقرأ البسملة قبلها أو لا؟ البسملة مختلف فيها، الإمام مالك يرى أن البسملة في الفرض مكروهة، وأئمة آخرون كالإمام الشافعي يرى بأنها واجبة وتبطل الصلاة بدونها، يعني لأنه يعتبرها من الصلاة من القرآن من الفاتحة. طيب كيفاش واحد يقول واجبة وتبطل الصلاة بدونها، واحد يقول كي تقراها مكروه؟ فالمخرج من هذا هو ما قاله الإمام المازري رحمة الله عليه، وهو من كبار أئمة المالكية
سئل عن الفاتحة عن البسملة في الفاتحة فقال صلاة متفق عليها أحب إلي من صلاة مختلف فيها. الصلاة المتفق على صحتها هي الصلاة بالبسملة. بالبسملة صحيحة عند الجميع، عند الإمام الشافعي صحيحة وعند الإمام مالك ولو كانت مكروهة إلا أنها صحيحة. لكن الصلاة بدون بسملة عند الإمام مالك صحيحة ولكن عند الإمام الشافعي باطلة. قالنا نفضل الصلاة المتفق عليها. الصلاة المتفق عليها هي قراءة البسملة، ولذلك يقرأها سرا ولو كانت الصلاة جهرية، ولو كانت الصلاة جهرية. نعم. خروجا من خلاف، سيما وأن المالكية عندهم قاعدة مهمة وهي مراعاة الخلاف خارج المذهب. نعم. يراعيوا هذا الخلاف اللي موجود خارج المذهب ويوقفوا موقف وسط باش ما يكونش لما خاصة لما يكون الرأيين متعارضين. فلذلك أفضل الاختيار هو قولها سرا. وشيخنا عند الإتمام يعني من قراءة الفاتحة أيوة وقراءة سورة أخرى وبداية آيات سورة أخرى، هل تقرأ الفاتحة؟ لا، هو الخلاف راه في والبسملة، الخلاف في سورة في الفاتحة فقط. في باقي ما كانش الخلاف، يعني عند حتى ولو ما قراهاش لا خلاف بين العلماء في صحتها. نعم. الفاتحة فقط، هل هي من الفاتحة أم لا؟ ثم الفاتحة البسملة في القرآن الكريم، في القرآن الكريم في الفاتحة اختلفوا هل هي من الفاتحة أم لا؟ أما في غير الفاتحة فمذهب الناس فيها مذهب القراء. نعم. مثلا كالإمام قالون اللي هو عن نافع أو الإمام حفص عن عاصم يرون البسملة، بينما الإمام ورش مثلا. نعم. اللي نقرأ به مثلا أغلبية في القرآن يعني تلاوة لا يرى البسملة، الوجه لا يرى البسملة، الوجه المقدم عنده هو من غير بسملة. ولذلك في المصحف المطروح للمصحف توجد مثلا، خذ على سبيل المثال سورة الضحى، يقدر يشوفها المشاهدين سورة الضحى، وأما بنعمة ربك فحدث. نعم. ومن بعد ألم نشرح، فحدث مشكولة بالفتحة فوق الثاء، فتحة فحدثة، علاش فحدثة؟ لأنه بعدها ألم نشرح، فحدثة لم نشرح. نعم. فالمصحف في رواية ورش مشكول على الوجه المقدم. نعم. الوجه المقدم اللي هو بدون بسملة، بسملة، وبالتالي الخلاف غير وارد في غير الخلاف الكبير راه في الفاتحة. الفاتحة. إيه؟ بارك الله فيك، الله يجزي خير، شكرا على هذا التوضيح. السيد مصطفى من ذاتنا يقول لك أواخر رمضان يعني في العشر الأواخر راح درت عمرة وأنا مريض أمراض مزمنة كالقلب والسكر وأحسست بتعب شديد وأفطرت 6 أيام. يقول لك شرب الماء فقط. يقول لك ما قدرت يعني تعبت تعب شديد شربت الماء. يقول لك الآن رجعت البلاد وخرجت هذه الفدية. يقول لك الفدية هذه نخرجها يعني في مكة يعني في السعودية ولا نخرجها في الجزائر أو كلاهما يعني أصح. وما فعله مصطفى صحيح، يعني صحيح الإنسان ما يرقيش روحه للتهلكة. هو شرب برك، انا لو كنت في بلاصتو نشرب وناكل. ناكل. ربي يعافيك، ربي يحفظك ان شاء الله. لا يعني انسان ما يوصلش روحه للتهلكه الحاج مصطفى. فالانسان اذا وصل لهذا الحاله، سيما اذا كان بامراض مزمنه وسيما من هذه الامراض السكري على الخصوص، فالانسان ما يلقيش نفسه للتهلكه، يشرب ويقضي الايام الاخرى. لا، ما فعلته صحيح مصطفى، راك رجعت وخرجت على 6 أيام هنا في الجزائر، فالأمر صحيح ولا حرج عليك إن شاء الله، ربي يتقبل إن شاء الله. آمين. وربي يشافيه ويعافيه ويشافي كل مريض. آمين. آمين. آمين يا رب. سيدة حنان من تبسة تقول لك والدي متوفي منذ سنتين ودائما نتوحشوه ونحب نزوره في المقبرة، لكن أخي منعنا من ذلك وقال أنه كاين هناك نهي وتحريم في زيارة المقابر للنساء. الشريعة الإسلامية لا تؤخذ من رأي واحد. نعم. ولا تؤخذ من مذهب واحد، سيما في الأمور التي لا مصلحة لنا فيها أو التي لنا فيها مصالح، الاثنين معتبرين. فهو انظر المسألة من حكم واحد فقط، وهذا خطأ. احنا راك تشوف في المذهب المالكي ما كانش فيه البسملة، لكن رأينا قول غيرنا وقلنا بالبسملة مراعاة للغير. كان المفروض اللي يعرف في راعي هذا القول بأن المرأة لا يجوز لها أن تزور المقبرة، قول موجود صحيح، يعني لا يمكن أن ينكر، ومذهب الحنابلة لا يمكن أن ينكر،
ويمنع النساء زيارة البقيع وغيرها. لكن هذا الرأي ما هو الرأي الفقهي الوحيد في الشريعة الإسلامية، فيه آراء أخرى قوية، رأي آخر قوي لجواز زيارة المرأة للقبور. السيدة عائشة رضي الله عنها وما أدراك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تزور قبل قبر أخيها عبد الرحمن. هذه السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله من أعلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تزور أخاها عبد الرحمن في المقبرة. نعم. هذه واحدة. الأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم على عائشة وهي في بيتها في ليلتها، دخل تأخر، دخل في الفراش مباشرة غير دخل عاود خرج. معليش نوضحه هنا باش تفهم لي انه باش توصل هذا الرسالة لخوها. النبي صلى الله عليه وسلم غير دخل في الفراش تاعه وعاود خرج، خرج وراح. ظنت عائشة أنه ذهب إلى إحدى نسائه فتبعته، تتبعه من بعيد متخبية، متخبية في الليل الظلمة، حتى رأته دخل البقيع رجعت، اطمأنت رجعت. لما رجعت دخلت الفراش نتاعها وهي تجري، جت تجري. كي جت تجري النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دخل، عاود دخل. كي جت تجري ما قدرش تخبي لأنه غطت روحها، ولكن بقت تتنهد تتنهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وش بيك؟ وش هذا؟ أحشي يا رابية؟ بك مرض ولا قتلة؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم عرف، قال إذا أنت السواد الذي رأيت، راني شفت حاجة ولكن قتلة. صلى الله عليه وسلم قال يعني أخشيت أن يحيف الله ورسوله؟ قال إن جبريل أتاني فقال يا محمد ائت أهل البقيع. عائشة رضي الله مباشرة قطعته، ما خلاته شيء، مشي ما كمش، مباشرة دخلت قلت يا رسول الله إن جئتهم ماذا أقول؟ وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان حرام وش يقولها؟ يا عائشة لا ما يزبش تروحي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمها الدعاء وقال لها قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لكم لنا ولكم العافية. إذن فتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة دعاء زيارة المقابر فيه دليل قوي، والحديث في صحيح مسلم. صحيح مسلم فيه دليل قوي على أن المرأة يجوز لها أن تزور المقبرة. لكن عندنا حديث آخر اللي هو لعن الله زوارات القبور، اللي هو ما يمنعش المرأة من زيارة القبور ولكن يمنعها من الإكثار، زوارات كثرت. لأنه لو كان المنع يقول زائرات القبور. نعم. زائرات القبور في اللغة العربية يقولوا الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. في المعنى زائرة تأدي المعنى ولا ما تأديش المعنى؟ تأدي المعنى زائرة القبور. إذا لماذا قال زوارات بزيادة؟ زوارات لأنها الإكثار من الزيارة. الإكثار من الزيارة، فالمنهي عنه إنما هو الإكثار من الزيارة للزيارة. تعمدت التفصيل في هذا بهذه الصورة باش نوضح للأخت، الأخت حنان، باش توصل لأخوها هذا الكلام ويعرف بأن الشريعة الإسلامية ليست رأيا فقهيا واحدا، وسيما إذا كان مدة طويلة. معناها الإنسان ما يكثرش، المرأة ما تكثرش، نعم، لكن لا تمنع أصلا. نعم، بارك الله فيك، الله يجزيك خير، شكرا على التوضيح. الأخ عبد الرحمن من ورقلة يسأل ويقول لك الحج بالطرق غير النظامية هل هو جائز ومقبول أم لا؟ الحج بالطرق النظامية أمر مستحدث يعني. نعم. واحدة. الأمر الثاني أنه من وضع السلطات السعودية صاحبة البلد، والإنسان احنا متربيين بأن الإنسان يحترم قانون البلد الذي يصير إليه. نعم. لما يروح لأوروبا ولو كان فوضوي ولا يبالي بحد الأمور، يحاول أن يضبط نفسه قدر المستطاع بقوانين البلد، وهذا أمر، هذا أمر مطلوب شرعا يعني، مطلوب شرعا. أنا نحب نقول الأخ عبد الرحمن حتى ولو انهيت قال يا ودي وراه المانع أنه يروح الإنسان يحج، لكن الحج بالطريقة غير القانونية قد يستلزم منه الاعتداء على حق الغير، وقد يستلزم منه استعمال التزوير واستعمال المزور. نعم. إيه نعم، بمعنى أنه السلطات السعودية في طريق واقفة الشرطة ويفتشوا واحد بواحد في الطريق، يحوسوا عليهم النهار الثامن ويروحوا لهم للخيام، وراح يسألوا الحاجة الأولى أعطيني البطاقة. البطاقة. أعطيني الباج هذاك البطاقة. نعم. كروتهم يقولوا
وين راه ما عندكش؟ اعطيني السوار. ها البراسلي هذاك ما عنديش. او الان شفناها في الحج انه يشتريوا، اما انه ياخذ للحجاج يدي لهم، وعرفناها. نعم. يدي الحاجة يقول لها روحي نسوق بيك في شريطه، تشوفوا هي مول الخير، الله يعطيك يا وليدي، الله يعطيك ويمنيك، الله يعطيك ويمنيك ان شاء الله تعالى، ووديها. ومن بعد كي يوصل لباب الحرم يقول لها شوفي الحاجة انا ما يخلونيش ندخل هكذا، اعطي لي هذا باش انا ندخل وندخلك به. يدخل ويروح، وهو راح وين راح؟ راح يحج. سبحان الله العظيم. يسرقها ويروح يحج. باش يروح يحج هذا امر ما شفتوش بعيني، ولكن الحجاج اخبروني موجود بيه. موجود موجود. تصور انت هذه موجوده يعني باش يديرها، هذه واحده. اثنين يروح يشريها من برا من عند الناس، يقول له هاك السوار. هذا السوار واش هو؟ اما انه سوار حاج لم يعطى له وراك شريته انتايا، واما انه سوار مقلد فقد اشتريت التزوير. وراح من بعد بهذا السوار وين تدخل؟ تدخل خيمة الحجاج. نعم. والحاج اللي ما يصيبش المكان نتاعو وين يروح؟ يروح برا. جيت تحج يا رب، ويرفع يديه الى السماء يدعو ربه يا رب يا رب يا رب، والسوار في يد مسرق. ولذلك يعني الامر ماهوش هين بهذه الصوره. قال انا بتعبيرنا الدارج تاعنا، قال نحرق القانون. لا، مش حرق قانون فقط، رايت فيه تبعات اخرى. في نعم. تبعات اخرى. ولا وكاله تقول انا نجيب لك الاسوره، وهي ماهيش معتمده في الحج. السوار هذا منين نجيبه؟ تاع شخص اخر اكيد، او تزوير. العام اللي فات وقع تزوير. نعم. تزوير كبير فاضح وقع للاسف الشديد، ومن خلال الاخبار السلطات السعوديه ربي يجازيهم خير متخذين قرارات صارمه في الموضوع باش ما يكونش هذا التقليد. تقليد حقيقي يعني، راه يتوجه يعني من البدايه قبل ما تجي. نعم. تقول لك لازم تكون الفيزا. نعم. من بلدك. هذا هو يعني بلدك هي اللي تخرج لك الفيزا. ثم انا ربي يعفاني، ما خرجتش في القرعه، ما تحصلتش على جواز عند ربي، ولو ما حجيتش حتى والموت انا سعيت وما قدرتش نتحصل. ولذلك انا نميل مع هذا الراي، لانه الانسان يحترم، ولانه ثلاثه لو السلطات السعوديه تحكمك بمثل هذه الصوره تكون اجراءات صارمه، ومن حقهم يتخذوا هذا غرامات. حتى يقللوا الغائب، يعني مش غرامات، يعني حاجات من حقهم. ولذلك نقول الانسان ما يوصلش روحه لهذا الشيء هذا، والله اعلم. لمن استطاع إليه سبيل. لمن استطاع إليه. ومن عدم الاستطاع عدم الحصول على. نعم. الخروج في القرعة، أو عدم الحصول على جواز تذكرة بطاقة الحج. بارك الله فيك، الله يجزيك خير. مشاهدينا الكرام، بإمكانكم الاتصال على برنامج هلا سألوا عبر الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة من حين إلى آخر. فاطمة الزهراء شيخنا من تلمسان اللي كان الزملاء تواصلوا معها وطرحت السؤال، ماهوش عندك او عندي برك. نعم. تقول لك توفي زوجي رحمه الله، والان راني في بيت ابي، وعندنا شقه خاصه بينا، لكن هذه الشقه هي بمناصفه بين زوجي المرحوم رحمه الله والاخ نتاعو، وانا ما عنديش ذريه وما عنديش اولاد. الان اخوات المرحوم راهم يطالبوا بحقهم، يقولوا تانيك احنا نسالوا في هذه الشقة، هل شرعا يعني الأخوات يسالوا ولا لا؟ ما عندوش علما أنه الوالدين متوفين وهو ما عندوش أولاد. إي نعم، خوته يسالوا فيها. أخوات. إي يسالوا خوته وأخواته. نعم. يسالوا فيها. هذا حق شرعي، الله غالب سيدتي هذه، واتقوا الله والله يعوض، الله يعوض إن خير إن شاء الله تعالى. فهي هذا حق شرعي، وربي ينوب ان شاء الله. انسان يحاول يستعطف، قال يا ودي الله يجزيكم ومنا، يستعطف. نعم. باش يعطوا له حق، لكن يسلم في البدايه بان الحق موجود. هذا امر الله. هذا امر الله، حق موجود، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير. خير لكم، بارك الله فيك. الله يجزيك خير، والله يرحم المرحوم ان شاء الله يا رب. سيده عائشه من بريده، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله، تفضلي سيده عائشه. خويا عندي سؤال. نعم، أنا نسمعوا فيك. عندي الزوج تاعي ما يخدمش. زوجي لا يعمل. نعم. وكي نقولوا يبدا يتصرف تصرفات
الشتم ما لقيتوش يعني عنده تقريبا عام اللي ما خدمش. نعم. او يصرف على الدار؟ ما عندوش. يصرف نعم يصرف بصح شغل ماشي يصرف يصرف على الدار بصح ماشي حاجه. يعني ينفق يجيب لكم الاكل يجيب لكم الشرب واش تحتاجوا؟ يجيب بصح يجيب غير زعما باش ما نقعدوش هكاك برك. نعم. عندكم اولاد؟ نعم عندي. الله يوفق ان شاء الله. الله يسلمك وادعوا له ان شاء الله ان شاء الله يلقى خدمه. ان شاء الله ان شاء الله ربي يقدركم ان شاء الله على الحياه ان شاء الله ان شاء الله. شكرا سيده عائشه. سرايا من باتنا. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضلي سيدتي. الشيخ عندي سؤال. نعم. الشيخ كان باب ربي يرحمه. نعم. في وقت فات دار هبه لعمي الخوه الكبير. نعم. دار هبه عندهم دار بيناتهم شركه دار له هو هبه على القرعه الحصه تاعو. نعم. ذاك ما وثقهاش. نعم. ما وثقهاش دركا توفى بابا وعمي من بعد يعني بدا في حياته بعد ولا بطل ولا عمي تما عاد ولادته كل بزيارهم لاباس عليهم وكل ولا قال له بطلت ما حبش يوثق هذيك الورقه. نعم. ما حبش يوثقها وكان ماتوا في زوج. الله يرحمهم. وقعدوا ربي يرحم المؤمنين الكل. تراجع في حياته يعني. احنا يا الاخرين يقولوا لنا تقروا تطلبوا بالحصه تاع باباكم. الاخرين يقولوا لنا حرام تما خفنا ذاك شو هكذا يعني بابا نظروا بابا في قبره ولا. العم تراجع الحصه نتاع الوالد نتاعو في الحياه نتاع الوالد نتاعك ولا لا؟ الاب ولا العم؟ الاب هو الاب والعم. الاب هو اللي تراجع السيده سريا. هي الاب ولد نازل الخوه دار له هبه. ايه واضح واضح. ومن بعد ولا تراجع فيها. شكون اللي تراجع؟ لا الاب تاعي اللي دار الهبه هو اللي تراجع. ها انه هو داير ورقه بغى يروح يوثقها من بعد ولا بطل كي بطل ما حبش يتراجع ولا يعني الورقه رضت مازال كاينه ماهيش موثقه برك. نعم. يعني شنو لو كان طالبوا ما نضروش بابانا في تما في قدره في اخرته ولا. انتم الان حبيتوا تطالبوا بهذا الحق. اي بغينا نطالبوا حنايا كاين فينا اللي ما عندوش وكل بغينا نطالبوا بحقنا في الدار. نعم. شكرا. شكرا. ولد محمد من بلعباس. السلام عليكم. الو السلام عليكم. واش راكم لاباس؟ لاباس الحمد لله. الله يحفظك يبارك فيك. تفضل سيدي محمد. قول للشيخ قول له راه في ربع شهور ولا خمس شهور المصايب راه طايحه علينا وحده مراقبتها. الله يعافيك. وخر علينا هذه المصايب. الله يعافيك ويحفظك ان شاء الله. وحده مراقبتها قول له. نعم نعم. لا اله الا الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الله يقويك ان شاء الله ويكون معاك ان شاء الله في كل وقت. الو ام خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. تفضلي ام خالد. عندي سؤال نسقتك عليه. الشيخ نتاعي مقبل للحج. الشيخ نتاعك وش به؟ الشيخ نتاعي مقبل للحج مقبل للبقاع ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بصح منايفني ومهاجرني وسامح فيا سامح فيا. هل هذا الحج يحقله ولا ما يحقلوش؟ نعم. وانا جايبه معاه اولاد جايبه معاه سبعه. الله يبارك. سبع دراري مهاجرني ويرقد في دار في قرفه وانا نرقد في قرفه ودائما مقاطعني. راهو يصرف على الدار ينفق على الدار. يصرف على الدار بصح انا ما يصرفش عليا انا ما يجيبليش انا ما يشريليش. راهو يتعامل معك بالحسنى. ما كانش الحسنى حتى هو مثقف ويقرا بصح ما كانش الحسنى. اعطيني لسان. نعم نعم. ربي ان شاء الله يالف بين قلوبكم ان شاء الله. امين بجاه رب العالمين امين بجاه رب العالمين. الله يصلح كاع الازواج ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. وربي يحفظكم يعطيكم الصحه والعافيه ان شاء الله. ساعفيه برك ان شاء الله وان شاء الله يكون معك كما تحب ان شاء الله. ساعفناه يا اخي والو كان مانيش مسافته نصبرها بالسنين ان شاء الله. تروحي معاه للحج ان شاء الله. ما الحج والو الحج ما بروحش معاه. لا ان شاء الله يروح للحج وان شاء الله ويجيب لك حاجه اللي تفرحك ان شاء الله. امين. احنا ماناش متفاهمين حتى نتفاهم.
شاء الله يجيب لك حاجة تفرحك ويدعي لك إن شاء الله وتكون إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله. يا ربي يهديه يهديه بارك لي راني كبرت وعد ما نطيقش عدي السكر عدي القلب وعد ما نطيقش. ربي يقدرك ويشافيك ربي يشافيك. ساعة فيه بركم خالد ساعة فيه معليش. أم خالد. من تبسة. ربي يحفظك أم خالد. سيدة. ألو. سيدة من ميلا. السلام عليكم. تفضلي سيدة من ميلا. شكون هي هذه؟ السلام عليكم. قالت سيدة فقط. السلام عليكم. تفضلي سيدة تفضلي سيدة شكون؟ فايزة. فايزة. إن شاء الله الله يجعلنا من الفائزين إن شاء الله. تفضلي سيدة فايزة. حضرت أختي الشيخ أنا عندي دين تاع رمضان هذا مدة كبيرة. وكل عام نهز بالكرش كل مرة نهز بالكرش ما نرجعش الدين. نعم. كيف هذاك كي رجع الدين كيف؟ نعم. وانا عندي مشكله اني ما نقدرش نصوم بزاف مع الدار مع الاخر ما تقدريش تصومي متواصله. هي كي نصوم اكثر ما نقدرش نخدم في الدار. نعم. وكي تصوم لازم قدم نضيع الاولاد في الدار. واضح. عندي اثم ولا ان شاء الله؟ لا لا ان شاء الله لا لا يوضح لك الشيخ ان شاء الله. يعني انت الصيام نتاعك اجلتيه بعذر كنت دائما بالحمل. كل سنين هكا عندي كرش. نعم. ما نجي رد الدين هذاك نصوم يومين ثلاث ايام ونحبس ما نجي رد. واضح واضح. راكي شافيه على اليامات نتاعك. شافيه مده شافيه شافيه على اليامات تاعها اللي ما صامتهمش لكن تؤجل كل عام راهي الله يبارك بالحمد. نعم. شكرا سيدة فايزة ربي يقدرك على الأولاد والذرية الصالحة إن شاء الله إن شاء الله. شيخنا ربي يحفظك ويبارك فيك. السيدة عائشة من بليدة تقول لك زوجي لا يعمل وعندما أنصحه يعني بالعمل ولازم ينوض صباح ويقضي للدار ويقوم على أولاده يلاقيها الله المستعان بالسب والشتم. تقول لك ادعي له انه ربي يصلحه ويلقى خدمه اللي تناسبه ان شاء الله. الحاجه الاولى السيده عائشه انت امام امر واقع ما تكثريش عليه بالملاحظات. بارك الله فيك. تكثريش عليه بالملاحظات. هو لاحظتي باللي تتكلمي ودائما السب تتكلمي ودائما السب تتكلمي ودائما السب. حاولي ما تكلميش. ولا اعتقد بان هذا الرجل راه مرتاح في ضميره. اكيد ضميره يأنبه. نعم. الان اذا ما صابش العمل ربي إن شاء الله يهيئ له الأسباب أسباب العمل. لكن الإنسان إذا كان صاب عمل وما عملش هذه مصيبة هذه مصيبة. ولكن في كل الحالات حاولي أنقصي من الملاحظات سيدة عائشة إن شاء الله. حاولي أنقصي من الملاحظات حاولي ديري ملاحظات بطريقة مش مباشرة مش طريقة تنهي ترجعيه هو طفل صغير قدامك وانت انت تدير له في النصائح وتصقي عليه وتعيط عليه. لا انسان بالتي هي احسن يعني هذا هو ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. هذه لازم. ولانه مرات الانسان يشعر روحه بانه مسؤول. لا الانسان ولو يشعر روحه بانه مسؤول ولكن الطرق البيداغوجيه المطلوبه يعني الانسان يعرف كيفاش يطلب الحق. وفي اغلب الاحيان نقول مانيش عارف ولكن نتصور نقول بانه السب والشتم ماهوش ناتج عفوي هو راه رد فعل لسلوك. هذا السلوك انت بالك تشوفيه سلوك عادي جدا وهو يشوفه سلوك عصبي. فلذلك مليح الانسان يتفطن نفسه ويبدل الاسلوب لعل 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 ان شاء الله تعالى ربي يهديه ويككيه ويوفقه الخير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. الله يجزيك خير. السيدة صرايا من باتنا تقول لك والدي رحمه الله في قيد حياته دار يعني تنازل عن حقه في مسكن لعمي وقبل وفاته أيضا تنازل عن هذا الهبة تراجع وداروا ورقة بيناتهم لكن لم توثق هذه الورقة في دار التراب. تقول لك الآن يعني حبينا نطالبه بهذا الحق هل يؤثر هذا الشيء يعني على الوالد وهو في قبره؟ الحاجة الأولى سيدة صرايا بالنسبة للهبة الإنسان إذا تراجع عن هبته يعني حكما نقول التراجع يكون صحيحا لكن مع ملاحظة
الملاحظة هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث في صحيح البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئه. شوف هذاك الصورة، الصورة البشعة اللي صورها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي مد حاجة وما يعاود يتراجع عليها، حالته كحالة الكلب الذي يقيء ثم يعود في قيئه، أي يأكل قيئه. الحديث عندنا حاجتين، معناتها إذا أرجع معناتها الرجوع صحيح، ولكن يكون حاله كحال الكلب الذي يأكل قيئه. وإذا كان العم هذا راضي بهذه الرجوع شيخنا؟ المفروض يكون تفاهم، تفاهم بيناتهم. العم إذا شاف قال يا ودي، قال يا ودي والله أني شفتك باللي عندك الأولاد بزاف، وأنا هذا اللي قالت مثلا والله غير عاود رجعها بسمح، هذا لا، هذا خلاص انتهى. لكن إذا كان العم ما زال متمسك بها ولكن الأب هو الذي تراجع من طرفه، فنقول هاي حالت الحالة نتاعو، هذا حكم فقهي. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دروك الآن الأبناء لهم مطلق الحرية في أن يأخذوا أو يدعوا. نعم. في أن يأخذوا لأنه تراجع، وفي أن يدعوا لأنهم يرون والدهم كهذه الصورة القبيحة التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر: إلا والدا فيما يهب لولده. الأب عنده حق واحد، حاجة واحدة برك يتراجع فيها، إذا كان دار الهبة للابن نتاعو. نعم. الابن نتاعو ولا البنت نتاعو. نعم. إذا له الحق أن يتراجع. تراجع. لكن لغير الأبناء، لغير الأبناء، هذه صورته، الصورة القبيحة المشينة التي صورها النبي صلى الله عليه وسلم. وحفظ الوالد، حفظ الوالد من هذه الصورة المشينة أولى. بارك الله فيك، الله يجزيك خير ويبارك فيك. سيد ولد محمد من سيد بالعباس اتصل بنا متأثرا ويطلب الدعاء، يقول لك: راني من مصيبة لختها، من مصيبة لختها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. دعاء وكلمة تطيب له خاطرة يا رب. إن شاء الله، إن شاء الله يا رب. هو أنت الحاج ولد عباس، صحيح احنا نشوفوا هذا المصائب اللي صحيح نتألم لها والإنسان يتألم لها، ولكن أمرها عند الله لا نعرفه، لا نعرفه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال البلاء بالمؤمن. نعم. حتى يلقى الله وليس عليه ذنب. هذا فان شيء عظيم. المصائب لما توقع الإنسان راهي كفارات الذنوب. الذنوب أول الإنسان مش عارف روحه واش ارتكب، هذه واحدة. ماهوش عارف واش من امور راهي جايته وجات مصيبه خفيفه ردتها، لا يعرف، لا يعرف. ولذلك يسال الله الدعاء، مشروع الانسان في الغم والهم. النبي صلى الله عليه وسلم مرشدنا الى ادعيه: اللهم اجعل القران العظيم، اللهم اجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. يعني هذه كاين الأدعية، إنسان يقوم الليل يدعي ربي سبحانه وتعالى ولا يعلم. لعل الله اصطفاك من ذنوب يريد أن يطهرك بها، وما أدراك، إنسان ما يعرفش. إن شاء الله ربي يرفع عنك البلاء، الله يرفع عنك البلاء الحاج ولد عباء ولد محمد، ربي يرفع عنك البلاء إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله بظهر الغيب الدعاء لك إن شاء الله تعالى. واللي راهم يسمعونا أيضا، لعل واحد منا يكون فيه كل دعوة مستجابة يجعلها لصاحب الهم والغم. آمين. ولد محمد إن شاء الله تعالى يا رب. الله يجزيك خير، بارك الله فيك، شكرا على ما تفضلتم بإجابتي عن أسئلة المتصلين والمشاهدين لهذا اليوم. وليش بدي خلاص؟ خلاص الوقت. لا إله إلا الله. أم خالد ترناش حسابات السيدة فايزة، غدا إن شاء الله سنجيب عن أسئلتكم، استودعكم الله، السلام عليكم.